الآن قبل أن أقوم برسم أي عنصر إنشائي، يجب تعريف هذا العنصر بما يطابق التعريفات اللي موجودة عندي في هذا المشروع. لاحظ معي أساس 600 ملي في 300 ملي سماكة، والأساس عبارة عن أساس مربع كما توضح هذه الرسمة، 600 في 600 ملي متر، 60 في 60 سنتيمتر، بالإضافة إلى سماكة 30 سنتيمتر. عندي أعمدة عمود بارتفاع 80 سنتيمتر، ارتفاع إجمالي مع سماكة الجسر عبارة عن 200 مليمتر، والعمود أعتقد أنه عمود مربع. العمود المربع هذا عبارة عن 200 في 200، أيوة 200 في 200، ونفس الكلام بالنسبة للعمود بحسب اعتقادي، عمود 200 مليمتر في 200 مليمتر. من خلال هذا المجسم يبدو أنه عمود مربع تماما. أوكي، نذهب إلى البرنامج. أقوم أولا بتعريف الأساسات. أذهب إلى Isolated Foundation. من Isolated Foundation لاحظ معي أن الأساس بدأ يظهر عندي في الرسمة. ميزة برنامج الريفت بخلاف العديد من البرامج اللي ترسم أنه يحدد لك كم الأبعاد بالنسبة لبعد الأساس بالنسبة للمحور، وأيضا في إمكانية للتدوير، تدوير الأعمدة، تدوير الأساسات، تدوير أي شيء ممكن قابل للتدوير داخل البرنامج، بس بالضغط على سبيس أو المسافة أو المسطرة اللي موجودة في الكيبورد، بمجرد الضغط عليها يقوم الجسم بالدوران ب 45 درجة حول نقطة التدوير. هذا الأساس اللي عندي، لو تذكروا من قبل كنا نتكلم عن حاجة اسمها فاميليز في البداية، فاميليز. لاحظ معي انه هنا في عندي حاجة اسمها M footing rectangular. هذا family اللي هو عبارة عن مكتبة جاهزة للأساسات المتاحة حاليا داخل البرنامج. هل بالإمكان إضافة أنواع أساسات أخرى؟ أكيد يمكن إضافة أنواع أساسات أخرى. هذا بالنسبة لي الأساس المفرد Isolated Foundation. أروح على Edit Type علشان أضيف الأساس الخاص فيني اللي هو 600 ملي في 600 ملي في 300 ملي متر سماكة. لاحظ معي من هذه البارامترات يمكن تغيير هذا الأساس، لكن إذا تم تغيير هذه البارامترات سيتم تغيير البارامترات لهذا النوع الموجود في المكتبة. أنا على من أجل ألا أؤثر على هذا النوع أقوم بإضافة نوع آخر، نسخة من هذا النوع، وأقوم بالتعديل عليها وتسميتها بما يناسب المشروع. أضغط على هذا الزر الموجود في هذا المكان. هذا الزر يسمح لي بإنشاء نسخة من ملف الفاميلي الموجود عندي في المشروع، بحيث أقوم بالتعديل عليها بكل أريحية. أضغط على هذا الزر Duplicate، أقوم بكتابة اسم الفاميلي اللي عندي، مثلا أساس 600X600، تسمية فقط هذه، في 300 مليمتر، وأضغط على OK. الآن قام بإنشاء هذا الأساس، وهذا هو موجود الآن في هذا المكان. لاحظ معي 600 في 600 في 300 مليمتر. الآن أقوم بتغيير الأبعاد من هذا المكان، أضغط عليها. من ميزة برنامج الريفت أنه بمجرد كتابة الرقم وبعده كتابة الوحدة يقوم بتغيير الوحدة مباشرة، مثلا 60 سنتيمتر. أنقر في أي مكان تتغير إلى 0.6 بحسب الوحدة التي مضبوطة في ملف الوحدات، إحنا ضبطناها على المتر لو تذكروا، 0.6 و length و thickness 0.3 0.3. أضغط على OK. بهذه الصورة نكون انتهينا من إنشاء أساس بما يناسب المشروع. طيب، قبل ما أقوم بالرسم أقوم بإنشاء العمود وإنشاء الجسر. column، أضغط على column. الفاميلي الموجود هنا عبارة عن فاميلي لكولوم معدني وفاميلي لكولومز معدنية وفاميلي لكولوم خرساني. إذا أردت أن أنشأ عمود خرساني جديد ممكن أذهب من أأشر على أي عمود خرساني موجود عندي في هذا المكان، لا يهم أيا كان هذا العمود، المهم أنه خرساني وليس معدني. أضغط عليه، أضغط على Edit Type، وأذهب بنفس الطريقة. لاحظ معي البارامترات موجودة هنا ال B وال H. أذهب من هذا المكان إلى Duplicate، من Duplicate أنشأ العمود اللي عندي اللي هو 200x200 ملي. أضغط على OK، أضبط الوحدات في هذا المكان، 200 ملي و 200 ملي متر. لاحظ معي إذا لم تقم بكتابة الوحدة يحسب أن هذه القيمة متر، لذلك وجب التنبيه. يعني مثلا إذا كتبت 200 يتعرف عليها ك 200 متر، وهذا تخيل معي عمود 200 متر something مش منطقي على الإطلاق. 0.2
وبوينت 2 اضغط على اوكي. وبنفس الطريقة تماما لاحظ معي انشأ الان العمود، يمكن رسمه بكل سهولة وتدويره في حال كان عمود مستطيل. وبنفس الطريقة اذهب الى structure beam، اختار الجسر الخرساني، اي جسر خرساني. هنا يوجد لدي جسور معدنية وجسور خرسانية. في حال وجود عدم وجود جسور او الى اخره غير موجودة، خصوصا فيما يتعلق بالمعدنية، اذهب الى ما يسمى بلود فاميلي، ومن لود فاميلي اذهب لاختار نوع المنشأ الذي اريده، ستراكتشر فينها موجودة، فريمينج، ستراكتشر فريمينج مثلا ستيل على سبيل المثال. هنا ساجد قائمة الستيلز مع المعاينة الخاصة بها في هذا المكان موجودة، وايضا قائمة الكونكريت وغيرها من القوائم. هذه الفاميليز اللي تكلمنا عليها من قبل. كانسل. اختار مرة اخرى العمود الجسر الخرساني، اضغط على edit type، اضغط على duplicate، واقوم بانشاء جسر 200 x 200 مليمتر كتسمية، واقوم بتغيير البارامترات من هذا المكان. لاحظ مؤشر عليه m concrete rectangular beam و 200 مليمتر في 200 مليمتر. بهذه الطريقة أكون انتهيت تماما من إنشاء المقاطع الخرسانية الخاصة بهذا المشروع. ونفسكم شفتوا يعني الموضوع أسهل ما يمكن.